تعالى عايزك. خير يا معلم. اقعد، عايزك في حوار كده. حوار؟ اقعد يا ابني. ادينا قعدنا يا حاج، قول. المصيبه ان انا بقول كتير بس انت ما بتسمعش، وعارف انت ناوي توصلني لحد فين. لا مؤاخذه حاج، يعني كلامك مش واضح، ما تفهمني تقصد ايه من ورا الكلام ده. انت تعرف عيلين من الابجيه، واحد اسمه فتحي فلنكان والتاني اسمه صلاح كفريه. فتحي وصلاح؟ يا حاج ساعات بيقعدوا معانا يعني لما بنبقى سهرانين، بس مش دايما، زمايل قاعده يعني. طب ليه؟ الله، ليه؟ من امتى يا ابني بتقعد مع عيال بالصنف ده؟ ما انت هايص، مقضيها كباريهات ونسوان وانا معديها، يبقى لازمته ايه الكيف الرخيص ده؟ وطبعا انت بقى في القعده بترش بضاعه عشان تسمع ده يقول لك يا معلم، وده يعظم لك، مش كده صح؟ مش على حاجه يعني يا حاج، بس الحكايه وما فيها ان ما تفسر كلامك يا حاج، انت عايز تقول ايه؟ العيال دول بيشتغلوك يا براء، بيقلبوا عيشهم من وراك، بيضربونا في السوق. اديني فسرت يا معلم براء، رد عليا انت بقى وفسر. ما تعاندش معايا وحاول تاخده على قد عقل. عقل مين؟ وانا بقى فيا عقل؟ انا مش قادر افهم ايه المشكله يعني لما باصي مصلحه لواحد صاحبي. ها؟ ايه المشكلة يعني؟ مصلحة مش هتأثر معانا، ايه؟ الدنيا خربت؟ أبوك اليومين دول مش في وعي، في اللي واكل نفوخه ومخليه مش دريان بالدنيا. قصدك مين؟ قصدي اللي بتطلع أوضته كل ليلة عشان تعمل له مساج و وإيه؟ أوعى يا بنت مطرة تكوني عارفة حاجة أنا معرفهاش. معرفش بقى يا أخويا، هو أبوك عندك، روح اسأله. تكون قصدك البيت سوريا؟ هو في حد غيرها في البيت هنا؟ لا 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 لا، انت كده مخك راح لبعيد. مخي ايه اللي راح لبعيد؟ بقولك البيت واكله نفوخه يا بنت. لا، انا ابويا، انا ابويا اخره يتسلى يعني، اكنه بيأذى شويه لب وخلاص، لكن يدي سره وسلم نفسه كده لوحده ده صعب. انت ما تعرفوش ابويا. انا عارفه البت دي كويس قوي وفاهمه حركاتها، البت دي مش سهل. اتفضلي يا حاج. صباح الفل يا حاجه. صباح الهنا يا حبيبي، اقعد انا عايزاك. انا تحت الامر والطاعه، ويلك ايديك يا كبير. يوه تبطل باكش بقى واسمعني، القرشين اللي لميناهم مع البضاعة اللي هتستلمها مع اللي هيطلع من عملية النوح يخلونا نقف على رجلينا ونرجع السوق من تاني. عايزين نروح بيتنا بقى يا خميس، عايز أموت في فرشتي. العمر الطويل ليك يا حاجة، ما تقوليش الكلام ده، أنا عامل ترتيبي على كده ومقضية مقضية إن شاء الله. قلقانة على خالك يا خميس، وخايفة لا يكون كبر وعظمه طري. أنت عارفة الخرم اللي في نفوخه اللي منغص عليه عيشته؟ شو الزفتة؟ أنا مش فاهم أنت إزاي وافقتي على الجوازة دي. أوه. بس ولا يهمك، هنخلص من العملية دي وبعدين نخلص منها هي. ربنا ما يحرمني منك يا غالي. ولا من قلبك الحليب يا حليب، ولو عايز أخلص لك من الخيل كمان أخلص لك من الخيل. يا ولا. مش هي دي. لا هي دي. لا هي دي. بسكوتة. Grrrr.
بولورون 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 بولورون. بالهنا والشفا يا عسل. تعيش يا حبيبي. يا زوز. حاضر يا حاضر. وتفتكر البت سوريا دي تنجح في المهمه اللي احنا مكلفينها بيها؟ ايه اللي تنجح؟ دي بت شطانه بتلعب بالبيضه والحجر. هي اي نعم رغايه حبتين وطلعت عيني لحد ما عرفت اجندها، بس اكيد هتجيب دغ الراجل وتخليه يتكلم. مهم بالنسبه لنا دلوقتي اخبار افندينا. افندينا مقضيها سهر وكباريهات وغرز، واللي مستغرب له لحد دلوقتي ما حطش رجله في حاجه. ده مش معناه يا علي ان افندينا هيبطل شغل. بالعكس، افندينا اكيد دلوقتي بيحضر لعمليه تقيله قوي. ازاي افندينا علي ما يعرفش يقعد من غير شغل الفتره دي كلها؟ ادخل. تمام علي باشا. ايه؟ في واحده بره يا فندم عايز تقابل سعادتك. واحده مين؟ لا تدخل. تحت امرك يا فندم. اتفضلي. صباح الفل يا باشا. شكل المزاج رايق على الاخر. ايه اللي بيخليك تقول كده يا معلم؟ ما هو الجواب باين من عنوانه. اللي اقول يا معلم، لو انت صحي ناوي تجوز براءة. مين اللي قالك الكلام ده؟ مش محتاجة اقولة يا معلم، ما هي الفولة باينة زي الشمس. اهباطي اهباطي، لا في جوازة ولا جنازة. طب أمان عليك بقى يا معلم، لو كنت حقيقي ناوي يتجوزوا اعتقوني بقى لوجه الله وسيبوني في حالي. ما بلاش عاوة وهلفطة فارغة. بقولك ايه يا معلم، تكونش خايف مني. فاكرني يعني زي القطط اللي بتاكل وتنكر، ولا زي البغبغان اللي يعرفوا يقولوا ويرددوا؟ لهجتك بقى لها مدة مش عجباني يا مطر. من اللي شفته يا معلم. ايه اللي شفتيه يا براتبني؟ ايه اللي شفتيه؟ ده انت عايشه في نعيم عمر ابوكي ما يحلم يعدي قدام بابه، وبتنام على حرير ومش قادره تقيمي دراعك من تقل الذهب اللي هو شايله. عاوزه تشوفي ايه تاني يا اختي؟ عيب الكلام ده يا معلم، انا طول عمري بنت عز وبنت اصول. وما تنساش بقى ان انا مرات المرحوم الغالي اللي راح، وان جوازتي من براءة كانت غلطه، بدفع تمنها كل ليلة أنا وهو وشنا في وش بعض. يا ريت تفردي وشك زي ما كنت نازلة كده، يا ريت. ولا أقول لك اتعلمي لك راسة حبتين دلع كده، فكي شوية. فكي يا بنت، صدقيني لو فكيتي هترتاحي وتراحي جوزك معاكي. ما أنت عارف إني ماليش فيه. ما هي دي المصيبة يا أختي. تهت والإناها. أنا أنده للبت سوريا أخليها تعلمني هزتين من اللي بتعملهم وهي بتحط لك فنجان القهوة المحمص. أسيبك بقى للاستباحة بتاعتك. دام الحكاية وصلت لسوريا، ما تنسيش خليها تعلمك إزاي بتهاوى على الحجر. ممكن أعرف يا أبو سنة لحد إمتى هتفضل سايب المارة اللي أنت بليتنا بيها دي طايحة يمين وشمال، وفي الآخر تاخد كرامة وتروح عند حنتومة من ورايا؟ حنتومة؟ وإيه اللي ودى كرامة عند حنتومة؟ أنت بتسألني يا أبو سنة؟ خلاص يا حاجة، أنا هتصرف. هتصرف؟ هتعمل إيه يعني؟ عليا النعمة البت دي واكلة دماغك وهتغمس بالربع اللي فاضل. مالوش لازمة الكلام ده. طيب يا حاجة، افرض حد قاطرها وهي واخدة كرامة ورايحة بيت زي ده، وجايز نتشم، وبدل ما نقيم دماغنا ناخد طعنة في الظهر. مش أنا يا معلم اللي هتقولك الخطر مفندق شبابيكو قد إيه، ولا زن المحروسة على ودانك نسك عرفنا؟ ما نسيتش حاجة ولا حاجة، ده أنا لسه ضاربها علقة موت دلوقتي. وهتكسر ضلوعها ورمتها تحت رجليك وشدتها من شعرها. عليا انا الكلام ده يا ابو سنه، وتهرب منك وتقعد تعيط وتولول زي الحريم، ونبض رجالتنا علشان يرجعوها زي كل مره. يا حاجه ما انا قلت لك. بس ما عندناش وقت للكلام ده.
الشغل اللي جاي هو الأهم. لم مراتك وخلينا نفوق لشغلنا. عرفت أنا مصدرة خميس ليه؟ عشان راجل ملوش ملكة، قلبه تحت رجليه، مش بيرفرف بين ضلوعه زي جماعة. هكا جمال يا رب. زيها زيها يعني.